رئيس المدير العام لشركة التونسية للكهرباء والغاز. هي المحطة الكهربائية بيرات الجيم هي بطبيعتها تقنيا متكونة من جزئين، نسميه الدورة المفتوحة اللي دشناها في 2019، واليوم معناها استكملنا المحطة كاملة بقوة 450 ميجاوات، دخلت في التشغيل التجريبي معناها في الصيف هذا في جويليا. هي المحطات نتاعنا مبرمجة للاستجابة لطلب الكهرباء اللي هو تقريبا معناها فما زيادة سنوية، فاحنا نستعدوا معناها تقوية محطات الانتاج نتاعنا بصفة مستمرة، معناها هذه المحطة هذه، لكن عندنا مبرمجين محطات أخرى معناها الاستجابة للطلب. المحطة هذه الميزات نتاعها هي دورة مزدوجة كما تعرف، هي تستهلك أقل، معناها المردودية نتاعها تقريبا 60%، وهي من المحطات اللي تستهلك أقل وقود خاصة في ظل الأزمة الحالية نتاع الوقود، فهي من المحطات النجم نقولوا المحافظة على الاستهلاك من ناحية المواصفات العالمية، من ناحية الانبعاثات، من أحسن المحطات اللي عندنا. التقنية معناها حديثة جدا، ومن التقنيات الجديدة أنه ممكن المحطة هذه في غضون السنوات القادمة ممكن زادة كيف نجم تستعمل الهيدروجين عوض الغاز. هذه من المحطات المهمة جدا، معناها اللي نحن قاعدين نسيروا في نواكبوا في التكنولوجيا الموجودة في محطة الانتاج. المستعاون تاع اليابانيين مش جديد، المحطة اللي نشوف فيها قبلها هي المحطة رادس آ كانت مصنعة من اليابان، فهي تقريبا سنة 1984، معناها عندها أكثر من 40 سنة تشتغل. فهي التعاون مع اليابان معناها قديم جدا ومتواصل، واستكملناها بالمحطة هذه، وإن شاء الله نتمنى أن تكون مشاريع جديدة. معناها إحنا معناها في التصنيع لما يكملوا المونتاج متاعها، فما هذا معناها من ناحية التثبت من المردودية متاعها وفي إطار الضمان، فاز سميوه ماش سميان اندوستريال، تشغيل شبه صناعي يقعد شهرين يكمل وندخل في الانتاج متاعها العادي. معناها لا هي تنتج بصفة عادية، لكن هي فترة مراقبة اللي بينا وبين المصنع نراقبوا معناها المعطيات متاعها التجهيزات، ونتأكدوا أن التجهيزات معناها تشتغل بصفة معناها حسب المواصفات اللي مضبوطة في العقد. فرصة في إطار تيكاد 8 أنه على بركة الله معناها تم تدشين المحطة محطة ضوئية رادس جيم، اللي هي الحقيقة مفخرة لتونس، وهذا تم في إطار تعاون تونسي الياباني باعتبار التمويل كان عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون جايكا بقيمة 820 مليون دينار. هي معناها من أهم ربما المحطات توليد الكهرباء في تونس، معناها سواء على مستوى قيمة الإنتاج ولا خاصة على مستوى نوعية الإنجاز، باعتبار أنه هو معناها هي محطة مزدوجة، معناها تستعمل الغاز، لكن الصفة متاحة ربما اللي نحب نأكد عليه اللي هي كيف عندها قابلية أنه معناها في فترة قادمة تجم نستعمله في عوض الغاز الطبيعي، نستعمله الهيدروجين الأخضر. وكما تعرفوا احنا في تونس عنا معناها تصور ومخطط قاعدين إن شاء الله معناها قايمين به بأنه تونس تكون منجة للهيدروجين الأخضر، وهذه معناها فرصة كبيرة نأكد أنه وقت اللي تونس تقوم بتخطيط وبإنجاز مشروع تأخذ بعين الاعتبار لا فقط الموجود اليوم لكن المستقبل كذلك. فالحاجة الثانية اللي هي معناها مؤسسات عريقة قامت معناها يابانية عريقة قامت بمعناها الإنجاز المشروع هذا، وأبداوا رغبة كبيرة خلال تيكاد 8 باش أنه يطوروا التعاون مع تونس في مجالات أخرى، مجالات صناعية ومجالات طاقية خاصة في مجال الطاقات المتجددة وفي مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
سيد الوزير، اهم مخرجات في كاد 8 في علاقه بمجال الصناعه والطاقه والصناعات المجال. والله كانت عندنا اولا هو تيكاد مخرجاته هو انطلاق مشروع، معناها هي بدايه عمل باش يمتد على مده 3 سنوات معناها الطرف الياباني وكذلك مع البلدان الافريقيه. وكانت عندنا عديد اللقاءات الثنائيه، وكما تعرفوا تونس تقدمت بمشاريع في اطار تيكاد 8، مشاريع عندها بعد ثنائي ومشاريع عندها بعد ثلاثي، يابان تونس وافريقيا. احنا فيما يتعلق بالقطاع الصناعه والطاقه والمناجم، اهم المجالات هي كانت في مجال الانتاجيه، معناها وتم معناها الاتفاق على بعث مركز كيزان، مركز افريقي للانتاجيه، باش يتم معناها بعثه انطلاقا من تونس وباش يشمل كل القاره الافريقيه. كذلك في مجال الاعتراف المتبادل فما معناها كان اتفاق، الى جانب مشاريع صناعيه في مجال قطاع مكونات السيارات، ومع مجمع ياباني كبير ان شاء الله صار اليوم مذكره تفاهم باش يتم انجاز مشروع لتركيب السيارات وانتاج السيارات الهجينه، وان شاء الله معناها في مرحله ثانيه فما اتفاق باش تكون انتاج سيارات كهربائيه. في مجال، خليني نكمل في المجال الصناعي هذا، دونك اهم المخرجات. فما منطقه لوجستيه ومنطقه صناعيه كبيره، لكن كيف كان معناها تقديم مشروع انا نعتبره مشروع القرن ان شاء الله معناها، والجانب الياباني ابدى اهتمام كبير، هو مشروع نقل الهيدروليكي للفوسفات من الحوض المنجمي الى جهه الصغيره، وفي المقابل باش يتم معناها محطه لتحليه المياه و اون سنترال مكون هام في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده، هذا كله مربوط ببعضه، وباش يكون كذلك مكون لانتاج الهيدروجين الاخضر. فهو مشروع متكامل هيكلي باش يمكننا انه معناها خلينا نموقع تونس في من ضمن البلدان اللي هي باش تكون عندها انتاج من الاسمده الخضراء، وباش يكون النقل الفوسفات باش نقصوا من نقل عبر سواء الشاحنات ولا السكه الحديديه، باش يكون عبر البايب لاين، عبر معناها قنوات هيدروليكيه، وهذا الكل يدخل في اطار نظرتنا لإرساء اقتصاد أخضر واقتصاد دائري إن شاء الله.